في البداية غنشوف واحد الطوموبيل سايقها واحد مايو، ومن الطريقة اللي غادا بها الطوموبيل كتبان هاربة من شي حاجة. في هاد اللقطة فقد السيطرة وكل الطوموبيل مع الحجر، نزل لتحت وكيبان كيتنفس بصعوبة بسبب شي غاز. في هاد اللحظة سمع صوت البوليس، هز السلاح، تعرض للطريق ونيش في الاتجاه اللي كيقرب منه الصوت. تبع معايا القصة باش تعرف شكون هاد المقرصن وعلاش هارب. كتبدا القصة مع وولتر وايت كيفطر مع عائلته، مراته الحاملة سكايلر وولدو نفس معاق وولتر جونيور. وولتر أستاذ الكيمياء، الشهرية ديالو كانت قليلة وما كتقدوش، وهذا الشيء خلاه يخدم في واحد لافاج ملي سالي التدريس. فحال ديما غيكون راجع لدارو مدمر وكاره الحياة. مع فتح الباب لقى عائلته وصحابو دايرين لي حفلة بمناسبة عيد ميلاده. هذا نسيبو هانكس، ما يمكنش يكونوا مجموعين وما يبداش يتفشخر ويطلعها على وولتر. هانكس خدام بوليسي واليوم غيدوز في الأخبار حيت شدوا واحد العصابة كتبيع الميت. بداو في الأخبار كيدوا على كمية المخدرات وعلى الفلوس كحلة اللي حجزوا. وولتر تصدم وسول نسيبو واش بصح المخدرات فيها هاد الفلوس. رد عليه نسيبو قال ليه ما شفتي والو. سالت الليلة وكلها رجع لدارو. النهار الآخر غيكون وولتر خدام في لافاج. واحد اللحظة جاتو الدوخة غيب وطاح في الأرض. ملي فاق لقى راسو في لومبيلونس، قال لهم بلي غير ما فطرش داكشي على السخف، وطلب منهم ينزلوه هنا. المسعف بان في وجهو بلي لقى شي حاجة ماشي هي هاديك، وقال له ضروري تمشي معنا للسبيطار. دخلوا وولتر يدير الأشعة، من بعد ما خرجوا النتائج جلس مع الطبيب باش يعرف شو واقع. قال له الطبيب بلي عنده سرطان الرئة وإلا طول غيعيش عامين أخرى. رجع وولتر للخدمة وكان كيبان مصدوم. طلب منه الشاف ديالو يغسل شي طوموبيلات، ديك الساعة كبتها معاه، رول المحل ومشى للدار. بقى جالس في الدار وكيفكر. من بعد شوية اتصل بنسيبو اللي خدام في مكافحة المخدرات، وطلب منه يديه معاه في شي مهمة، وغيكون الهدف ديال وولتر هو يشوف المختبر اللي كيصنعوا فيه مخدر الميت. نهار الاخر كيبانوا واقفين قدام الدار ديال واحد كيصنع الميت. خلى وولتر في الطوموبيل وهجموا على الدار شدوه، وهو مسنيهم غيشوف التلميذ ديالو جيسي هارب من الشرجم. يلا بغى يهضر معاه ركب في طوموبيلته وكسيره، ولكن قدر يحفظ ليه الماتريكيل. في الليل تبعوا للدار، غيكون جيسي كيخبع الطوموبيل حتى غيوقف عليه وولتر. حاول يهرب، هدنو قال ليه بلي جابو وحده. قال ليه جيسي ملي ما باغيش تضرنيش كدير هنا. قال له وولتر صاحبك اللي كان كيصنع الميت شدوه البوليس، وحتى من المختبر ديالك حجزوا عليه. هادشي كيعني بلي رجعتي لنقطة الصفر. قال له جيسي اها وانت شخشك رموسك كل لوز وهنينا. رد عليه وولتر وقال لي انت بزناز خطير وانا الكيمياء كنعطيها صليا، فقلت مع راسي اذا تعاوننا غنكحلوها. النهار الاخر مشى وولتر للمختبر ديال المدرسه، بدا كيدور فيه وكيسرق كاع الماتيريال اللي غيحتاجو. من بعد خداهم للدار ديال جيسي، خلاوهم تما ومشاو للبنك. جبد وولتر كاع الفلوس اللي عنده وعطاهم لجيسي يشري بهم كارافان، وداك الكارافان هو اللي غيبقاو يصنعوا فيه الميت. النهار الاخر كيبانوا حابسين في الخلا، نسى وولتر حوايجو باش ما تشدش فيه الريحه. من بعد دخلوا جيسي للكارافان وبداو الخدمه. بقاو خلط من هنا خلط من لهي، جرب هاد الماده جرب ديك الماده، حتى طلعوا ميت هارب. جيسي غيكون مصدوم من وولتر حيت هاد الميت اللي صنع افضل واحد شاف في حياته. واخا هادشي وولتر كيبان ما مقتنعش، خدا جيسي شونتيو ومشى عند ولد عم صاحبو ايميليو اللي تشد في الحبس، عطاه يجربو وغيتصدم حتى هو من الجوده ديالو. قال جيسي بلي ايميليو كيشك فيه هو اللي بيع بيه للبوليس. رد عليه جيسي بلي فلت غير بالصدفه، وطلب منه يقول ايميليو الا عاود فكر هكا غيضربو. قال ليه كريزي علاش ما تقولهاش ليه براسك. فهاد اللحظه غيبان ايميليو وغنعرفو بلي خرج بكفاله. بداو كيهدو جيسي وقالوا ليه حنا عارفينك زرق في الطبخ، منين جبتي هاد الميت؟ ديك الساعه خاف وداهم الكارافان ديال وولتر. ايميليو كيشاف وولتر قال لولد عمو باللي كان مع البوليس نهار شدوه، هزوا السلاح وبقاو غاديين باش يقتلهم بجوج. يلا غيتيري في وولتر قال ليه شبان لك نعطيك الوصفه ديالي في المقابل تخلينا بجوج عايشين. صحابنا غراتهم الجوده ديال الميت ووافقوا. كتفوا جيسي من بعد دخلوا مع وولتر للكارافان، وهو خدام غيكون ايميليو كيكمي حداه. طلب منه وولتر يحيد الكارو حيت كيشوش عليه. ديك الساعه لاحوا من الشرجم، بداو كيهدوه باش يزرب وهو خدام غينصب ليهم. خوا واحد السائل في المقله، من بعد خوا عليه واحد الماده. ديك الساعه تفرقعات وخرج واحد الدخان كيخنق. هرب وولتر وسد عليهم الباب، عياو يدفعوه باش يخرجوا، ولكن بقى وولتر مكالي حتى غيبوا. وهو كيفيق جيسي غير رد البال بلي الكارو اللي كان لاح ايميليو تبق العافيه. عيا يتقاتل باش يطفيها ولكن ما قدرش، شاف بلي الدخان طالع في السماء وغيفرشهم. تما دار ماسك على الدخان ودار لجيسي حتى هو واحد، ركب في الكارافان وورك حتى يغبر المسمار. في واحد اللحظه فقد السيطره وكولها مع الحجر. وهنا غنكون وصلنا للقطه اللي بدينا بها القصه وعرفنا بلي المقرصن هو وولتر وايت. وهو واقف في الطريق كيسمع صوت البوليس كيقرب، خاف بزاف، حط السلاح في عنقه وحاول ينتحر، ولكن مع تيره طلع السلاح خاوي. الصوت قرب بزاف، واحد شويه بانوا ليه طوموبيلات خضرين وطلعوا غير البومبيه. وهو واقف تما خرج جاسي من الكارافان وكان وجهه كامل مطغط. جا لعندو وسولو واش دار ليهم، قال لي كنت تبعتي الدروس كنت تعرف، يلا نجمعوا الدنيا. غوتوا لواحد التراكس خرجت ليهم الطوموبيل، من بعد ركبوا وديماراو. يلا غيزيدوا، سمعوا دوك الجوج بداو يتحركوا. نهار الاخر كيبان وولتر كيفطر مع عائلته،
صون التليفون جاوب القجاسي قال له بلي دوك الجوج ما ماتوش كيف ما حساب ليهم وكثر من هذا الشيء واحد منهم بدا كيحاول يهرب قال له وولتر بلي غيدوز عندهم مور الحصه من بعد قطع سكايلر حسات برجلها تبدل عليها سناتو خرج وعاودت اتصلت باخر رقم باش تعرف معاه من كان كيدوي شدات البواط فوكال ديال جيسي وكانت كامله تخسر الهضره هنا الشك ديال سكايلر غيزيد في الجهه الاخرى سال وولتر الحصه هبط للمخزن ديال المدرسه خدا شي احماد من بعد الطريق لدار جيسي اللي غيكون كيدير الدول عينه حتى غيسمع شي صداع برا طلع من الشرجم بلي الباب ديال الكارافان مفتوح هز عصا ديال البيسبول وهبط كيجري دخل الكارافان لقى واحد منهم هرب ديك الساعه خرج يقلب عليه وولتر غيكون جاي لدار جيسي غيبان ليه صاحبنا هارب ديك الساعه دار دوميتور وتبعو يلا غوت دار صاحبنا لقاه وولتر وشدها بجريه ومع مازال شاد فيه الثمن ديال الغاز جابها مع الشجره حساب دار وولتر في الكوفر وداه لدار جيسي تما دخلوه للكراج وربطوه اما الاخر اللي بقى في الكارافان فغيكون مات وغيقروا يذوبوا الجثه ديالو في لاسيد مشات جيسي يجيب البانيو اللي غيدوبوه فيه وبقى وولتر مراقب صاحبنا اللي مربوط يلا وصل جيسي للسوبر مارشي نسى النوع اللي غيجيب واتصل بوولتر باش يسولو اعطاه وولتر السميه وقبل ما يقطع قال له جيسي انا في بلاستيك نقتلو ونتهنى قبل ما يكمل جيسي كلامه قطع عليه وولتر من بعد غيبان في الكوزينه كيفكر كيفاش يقدر يقتلو فكر في الموس من بعد في المطرقه في الاخير جبد فردي وقرر يخنقو بالميكا اللي كان فيها يلا هابط لعندو لقاه فايق وهو يعلق سد موراه الباب وبقى صاحبنا كيطلبو يعطيه يشرب جاب ليه جوج قرعات ديال الماء طبصيل ديال القص سطالفاشي وبابي جينيك باشي من بعد طلع برام واحد الصاروخ من شي فليو كان مخليه جيسي فوق الطبله رجع جيسي للدار لابانيو حيت ما لقاش شي واحد جي فيه الجثه دخل لقى مستر وايت مصاندل سولو واش قتل صاحبنا قبل ما يجاوب سمعو كيكحب شاف وولتر الساعه قال ليه بلي خاصو يمشي حيت عنده موعد مع الطبيب ووعدو بلي غدا غيصفيها ليه من بعد كيبان وولتر ومراته عند الطبيبه دارت المراته الاشعه وقالت لهم بلي عندهم بنت فرحوا بزاف قالت ليه سكايلر مازال عنده وعدك ملي توصل بنتك 16 العام تسافر معاها فهاد اللحظه وولتر بان في وجهه الحزن حيت بقى ليه قل من عامين ويعقدهم وهما مسنين الطبيبه تجيب لهم التصاور غتسولو سكايلر على جيسي بغى وولتر يفانتيها وهي تقول لي عاود اتصلت موراك البارح ملي حصل قال لها بلي حاس براسو ماشي هو هذاك وكان كيتقدم من عنده فليو باش يدوخ الراس في الجهه الاخرى غيكون جيسي كيتبربق ملي طلعت ليه جمع الشجاعه ديالو ومشى يجبد الجثه ديال ايميليو باش يذوبها في لاسيد دخل الكارافان وبدا كيجر الجثه في هاد الوقيته غتوقف سكايلر قدام دارو مع جر الجثه برا وقفات سكايلر حدا الباب ديالو وبدات كتغوت ليه سمحت جيسي في الجثه ومشى كيجري يحبسها قبل ما تشوفها سولها شكون هي جاوباتو سكايلر وايت مرات وولتر وايت وقالت ليه بلي راجلها عاود ليها كلشي هنا جيسي ضربو الضو كملت الهضره وقالت لي بلي راجل اختها خدام في مكافحه المخدرات ويلا عاود باع فليو لراجلها غديكلاري بيه في الاول جيسي كان مخلوع وملي سمع هادشي ارتاح شويه وقال لها كوني هانيه هادي اخر مره من بعد سمحت فيه ومشات رجعت جيسي الجثة وبقى مدار معاه حتى طلعها للحمام تما دارها في البانيو وخوى عليها لاسيد من بعد رجع لبلاصتو يتبربق كيرجع وولتر بدا كيغوت عليه وقال له علاش خليتيني كندور في لي سوبر مارشي وانا عندي بانيو في الدوش كنا من الاول ندوبو فيه الجثة كيسمع وولتر بلي دار الجثة في البانيو خرج كيجري ولكن مشى الحال البانيو تتقب ولاسيد وصل الارض في هاد اللحظة طاح البانيو باللي فيه وتزلع تما شاف فيه وولتر ببروده وقال له اه علاش صيفطتك تجيب البانيو البلاستيك حيت ما كيذوبوش لاسيد الحمار من بعد كيبانوا لابسين حوايج دايرين ماسك وكيجمعوا الروينه وفي نفس الوقت غيكون وولتر كيتفكر الذكريات ديالو مع واحد البنت كانوا في واحد الكلاس كيحاولوا يحلوا شي معادله وكيبان بلي الهدف ديالهم يوصلوها ل 100% سالوا التنظيف وخرجوا يغسلوا من بعد دخل جيسي للطواليت جبد باكيه ديال الحلوى السبسيد ميريكان وبدا كيتبربق اما وولتر هبط عند صاحبنا باش يخوي ليه السطل ديال تما غوت ليه كريزي وقال لي وولتر قتلني ولا خليني نمشي سولو وولتر منين عرف سميتو جاوبو قالها ليا جيسي وقال لي بلي انت استاذ الكيمياء وعندك ولد شبه معاق طلع وولتر بالزربه فرقع الباب ودخل على جيسي لقاه كيكمي تما خدا ليه كاع الحلوى اللي صنعو وبغى يرميها في الطواليت بدا جيسي كيحاول يمنعو وقال لي راك غترمي 40000 دولار جاوبو وولتر اصلا ما غتبقى ساويه والو ملي تكميها كامله من بعد رماها في الطواليت قدر جيسي يلحقها وجبدها من بعد قال وولتر انا ساليت الخدمه ديالي دابا انت اللي خاصك تسالي الخدمه اللي في لاكاب موراها ركب في الطوموبيل ومشى في الجهه الاخرى غتكون مرات هانكس في واحد المحل ديال الصبابط هضرات مع راجلها في التليفون وقالت ليه سكايلر لمحات ليا بلي ولدها وولتر جونيور كيكمل المخدرات وطلبات منه يهضر معاه ملي سالات الهضره مع راجلها دارت راسها كتقيس واحد الصباط وان فوا لقات الغفله حطات السبرديله في بلاصته وعلقات من بعد هانك خدا وولتر جونيور معاه كيف ما وعد مراته مشاو لواحد البلاصه كيكونوا فيها غير المدمنين غوت لوحده منهم وكانت حالتها كتشفي بدا كيسولها على شي اسئله قدامه كيفاش بدات البليه المهم دار هادشي باش يوصل ليه بلي البليه ما خداماش واخا اصلا الولد ما كيكمل
تميش، وملي سكايلر لمحات لختها كانت كتقصد والتر راجلها. مشات البنت بحالها، مع دخلت للدار غنسمعوا شي حد كيقول لها وسولوك عليا، قالت ليه لا، وغيطلع داك خونا هو جيسي وهذه صديقته. في الجهه الاخرى والتر نسى راسو تما حتى طاح الظلام، اتصل بمراته وقال لها بلي غيتعطل في لافاج، ولكن غتكون ديجا اتصلت بلافاج وعرفاتو الساقل هذه سيمانه. حساب لها بلي كيخونها، عرقات ليه وقالت لي غير كمل الليله تما. من بعد قطعات. في نفس الوقت غيبدا كريزي كيغوت ويقول ليه جيب لي ناكل. صوب ليه والتر واحد الساندويتش وهو مهبطو ليه طاح في الارض وغيب. ملي فاق سولو كريزي واش حتى هو كيتعاطى المخدرات، جاوبو والتر بلي عنده السرطان في الرئه. من بعد جمع التبصيل المهرس وقال لي بلي غيصاوب ليه ساندويتش واحد اخر ويجي. من بعد شويه رجع لعندو وعطاها ليه وعطاه واحد العصير. جلسوا كيشربوا كيهضروا، وعرف والتر بلي سميتو الحقيقيه دومينغو. داز بزاف ديال الوقت وهما كيهضروا. في الاخير عطف عليه والتر وناض يجيب الساروت باش يفكو. خدا الساروت من بعد لح الكانت في الزبل، وهو غادي عنده هنا غيتفكر بلي شاف الطبسيل المهرس اللي لاح في الزبل. بدا كيفكر جبدو من تما وستفو. هنا تصدم للقطر في ناقص. والتر من كثرة ما عطف عليه بدا كيقلب في الزبل وكيتمنى ما يكونش مخبعها. هبط لعندو والتر وكان هز في يدو الساروت، دار باش يفتح ليه القفل. يلا حط والتر يدو على القفل، غيفكو ولا لا؟ اش غيوقع مع جيسي وسكايلر؟ هادشي كامل غنشوفوه في الحلقه الثانيه من ملخص بريكنج باد. الى عجبكم وبغيتو نكملو خلي ليا معاك شي لايك وقولوها ليا في التعليق، وسبسكرايب باش تكون اول واحد كيوصلوك الفيديوهات. وحتى لهنا كان معاكم يوسف، نتلاقاو في فيديو الجاي. بيس.